كما نعلن أن تضامننا مع الرئيس السابق محمد حسني مبارك والذي لا يزال هو الرئيس الشرعي لجمهورية مصر العربية. الحقيقة المؤتمر الصحفي كان أقرب لخطبة سياسية، ما كانتش فيها أي بنود قانونية، يعني وكأن المحامين الكويتيين جايين يعملوا يعني يعبروا عن موقف سياسي بالأساس متعاطفين فيه مع الرئيس السابق. اللي حصل بقى إنه أحد المراسلين لأحد القنوات العراقية يعني سأل وقال أنتم بتدافعوا ليه عن رئيس المخلوع؟ هو قال المخلوع من هنا والدنيا اتقلبت من هنا. رئيس المخلوع مبارك سوري يا جماعة مش دكتور احنا اسفين بالراحة عايزين لكم نفس في الديمقراطية السؤال اللي بعده السؤال هو طبعا واضح ان هو جاي يبوظ يعني طيب ماشي ماشي عبد الله اسمح لي فيصل بس نقول له ارجع مصري حسني مبارك اشجع مصري حسني مبارك احسن منهم حسني مبارك وارجع منهم ابي اقول لك الصحفيين لازم تشاركوا التزام الهدوء استاذ مجدي الهواري يا مجدي بن فودة يلا